مغنية ومصممة ديكور وبترقص وبتمثل وبتعمل حاجات كتير قوي هنعرفها دلوقتي منها. نيهال كمال مساء الخير. مساء الفل. اولا احكي لي، انت بتعملي حاجات كتير قوي قوي. عايزه ملخص. ملخص انت بتعملي ايه؟ انا بدرس الاول. لا ما عرفتش الكلام ده بقى، ما قلتوش. بدرس اللي انا درساه للناس مش متخصصه، يعني ده انتيرير ديزاين. انتيرير ديزاين بالظبط. وبشتغل عندي انا وجوزي، عندنا شركتنا بتاعتنا ديزاين ستوديو، بنعمل ارت دايركشن وبنعمل انتيرير ديزاين. اوكي. ده الجزء الكارير المهني. على الناحيه الثانيه بقى بغني. وقلتي لي بتمثلي، قلتي لي بترقصي. بحب اي حاجه علاقه بالفن. رقص معاصر. شاركت في اكتر من حاجه، وفي حتى فيديو كليب هينزل قريب مشاركه فيه رقص معاصر. ده انت هايله، بتعملي حاجات كتير قوي. بحاول. طب انا عايزه اسمع صوتك في الاول. أوكي. عشان نقدر بقى نحكم نكمل الحلقه ولا ننهيها فجاه. ربنا يستر. ممكن نسمع ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث ايام بايدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. لا لا أنا هكمل الحلقة ولا إيه رأيكم يا جماعة؟ الحمد لله خلاص خدت الرضا. لا لا خلاص هنكمل كده. لا صوتك حلو. قولي لي أنت بتغني من إمتى؟ بصي يعني انا زي اي حد صوته حلو واكتشف ان هو صوته حلو في المدرسه. بغني من ثانيه ابتدائي، بس بروفيشنالي لا من 2015. من 2015 يبقى لك دلوقتي اربع سنين. داخله في اربع سنين. 2015 كانت اول خطوه ان انا سجلت اغنيه ونزلت وعملت حفلات ودخلت في باندز وكده. قبل كده كنت لوحدي خالص. انت بداتي بفرقه. صح. مين بقى كانوا اعضاء الفرقه؟ ابتديت انا وولدين قابلتهم قبل كده، يعني اتصاحبنا، عملنا باند اسمه جاوي. ودي كانت اول مره اغني فيها في باند، وعملنا تراك اسمه عطشان يا زينه ونزلناه، وكان كله يعني الموضوع مشي انتاج احنا الثلاثه. يعني مش معانا شركه ولا اي حاجه، انتاجنا الخاص. وما كناش متخيلين ان التراك ده هينجح، وبعد كده طلبنا في حفلات وعملنا حاجات بس يعني موضوع ما كملش. هم مكملين بس انا بقى كان عندي خطط. عندك حاجات تانية بقى، خطط بتكملي فيها بقى. شاركت بعد جاوي، شاركت في حاجات مختلفة عن بعض. غنيت روك مع باند اسمه ملاكي القاهرة. وبعد كده الباند اللي انا قعدت معاه فترة طويلة هو بقى اللي كنت بمثل وبرقص وبغني فيه، اللي هو بهججة. بهججة ده انا عجبني قوي اسمه اصلا. ايه رأيك؟ حلو قوي. ده كان وبعدين انسبايرد طبعا من محمود عبد العزيز، استاذ محمود عبد العزيز، من فيلم الكيف. يعني ان احنا عايزين نعمل حاجه على هذا السياق، على البهججه. البهججه بالظبط. اولا لفت نظري جدا وانا بتفرج عليكم ان معاكم اسماء ابو اليزيد. مظبوط. اسماء يعني احنا الخمس بنات ابتدينا من ثلاث سنين. كنا كلنا لسه في البدايه خالص مع بعض يعني. وبعد ما بقت نجمه اسماء بتغني معاكم ولا خلاص بطلت؟ هي انا اللي بطلت، بس هي اسماء موجوده في الفرقه. لكن انت اللي بطلتي؟ بقالي سنه تقريبا. طب ليه؟ سبت بهججه برضو. يعني انا طول الوقت عندي مشاريع مختلفه عن بعض، فببقى عايزه ابجريد او عايزه اروح بقى للستاب اللي بعد كده. يعني انت عندك خطوات، الخطوه دي بعدها لازم اروح للي بعدها، لازم اروح للي بعدها. بالظبط. انا حاليا عندي فرقتي الخاصه مسميها ساكالانس. ساكالانس. بالظبط. انا عارفه ان ده ساندوتشات. احنا عملناها في المزيكا بقى. يعني ساكالانس ده اللي هو ميكس حاجات كتير على بعض. انا من بدايه ما ابتديت اغني وانا اكتر حاجه بحبها هي الفولكلور. مش الفولكلور بتاع مصر بس، يعني الفولكلور بتاع اي بلد بتلاقيني دايما رايحه ناحيته. يعني انت ممكن بتغني بلغات تانية؟ يعني بغني في ساكالانس عندي اغاني فولكلور شامي، فولكلور مصري، فولكلور بتاع اي بلد. الساكالانس ده اللي هو يعني انواع الميوزك. بالظبط. صح كده. انواع مختلفه من الموسيقى. جونر واحد، هو جونرز كتير قوي مختلفه عن بعض، بنحاول نعملها ميكس. طب ما تسمعيني حاجه بلهجه مختلفه بقى من اي فولكلور اللي انت. اوكي. في أي حاجه من الساكالانس اللي انت عاملاها. طبعا هو الفكره مش بتبان قوي غير بالمزيكا بالفول باند. يعني انا بحب اوجه لهم التحيه عشان هم اللي بيوزعوا المزيكا. بس احنا خدنا اغنيه مشهوره قوي في التراث الشامي، طالعه من بيت ابوها.
وبنلعبها بشكل شويه ريجي ميوزك او افريكان ميوزك، فانا ممكن اسمعك منها حته بطريقتي اللي انا بغنيها. بلدها ايه؟ هي دمشقيه تقريبا او شاميه يعني، هي اغنيه في الشام طالعه من بيت ابوها رايحه لبيت الجيران. فتمسلم عليا يمكن الحين ده دي عراقي المفروض. لا مش دي بتاعت ناظم الغزالي ولا انا غلطانه؟ ناظم الغزالي دي عراقي. يبقى عراقي. شفتي بقى تلات. صح شفتي انا اشطر منك ازاي. انت اشطر. طب يلا نغني مع بعضينا. نغني يلا بينا. بس احنا كلنا اتربينا على طالع من دي. بس هي بتتغنى كمان في الشام طول الوقت، ومتغنيه كمان من صباح فخري يعني، متغنيه من ناس كتير. لا ناس كتير قوي غنتها. فاحنا سمير الاسكندراني غناها كمان. احنا بقى خدناها وغنيناها سكالانس. طيب شوي. يلا نسمع بقى السكالانس. طيب. طالعة من بيت ابوها رايحة لبيت الجيران، فاطمة سلم عليا يمكن الحلو زعلان، قلت لها يا حلوة سقيني وعلى عيونك فرجيني، قلت لها يا حلوة سقيني وعلى عيونك فرجيني، قالت لي روح يا مسكين، قالت لي روح يا مسكين، عيوني عيون الغزلان طالع من بيت ابوها رايحة لبيت الجيران، فاطمة سلم عليا يمكن الحلو زعلان. حلوه قوي. بس انت ضحكتي عليا ليه؟ انا قلت لك تغني بلهجه تانية، غنيتيها برضو بالمصري. ما انا قلت لك احنا حميسه كلانس. حميسه كلانس. هو الفكره كلها ان هي فيوجن، والمزيكا بتاعت التراك ده افريكان. هي احنا بنلعبها افريكان اصلا ريجي. طيب في كليب انا عجبني قوي من بهججه. اني واحد. اوكي. 2063. ايه حكايه بقى 2063 دي؟ صحيح بصي الكليب ده من اكتر الحاجات اللي انا عملتها في حياتي بحبها، عشان كان في تنطيط كده ورقص وانبساط. الفكره كلها ان احنا بنحاول نهزر يعني، احنا جايين نهزر. بس انا حلوه قوي. احنا عملنا عيال صغيره وجدتهم قاعده بتحكي لهم حكايه، يا اولاد ان شاء الله هتتبسطوا، اصبروا بس الحياه هتبقى جميله. بس لذيذ يعني. عارفه لما خطيب. تعالي نخلي الناس تشوف. يلا بينا. هتنتهي القعده. ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك؟ بس عجبتني قوي. انا اول ما سمعتها بصي ايجابيه كده يعني، بتعمل حاجه ايجابيه. قولي لي مين اللي مسرح لكم شعره يعني، مين رؤيه الكليب؟ كانت رؤيه مين؟ الكليب كلمات والحان ايمن حلمي، هو اساسا مدير بهججه الحالي من ساعه ما ابتدت. كان اخراج الجميله ريحاب ريحان. والشكل بقى الشكل بقى كان الستايلست كانت رزان سعيد. هي اللي عملت لنا الحركات دي. بس انا بقول لك لازم تكملي في بهججه يعني، هم مكملين بقى مع بعض تجننوا. بتعمل الكليب عجبك. بتعملي ايه تاني؟ انت بتصممي ديكور بتقولي. دي شغلتي الاساسيه اللي انا درساها يعني، واللي انا بدرسها كمان وبشتغلها. بعمل ديكور بقى كل حاجه يعني، البيوت محلات كل حاجة. معارض شركات كل حاجه. في صور اهي عجبني برضو الحاجات اللي انت عاملاها، لان انت عامله مودرن. يعني مزمت. عندي كده فلسفه معينه في الشغل بتاعي. احكي لي بقى على الفلسفه. الالوان دي كمان عجباني قوي. بصي انا شويه بشوف الموضوع مش ديكور يعني. انا مش بشوفه شكل وخلاص، انا بشوفه روح لازم تتحقق. لازم الناس اللي تكون في المكان تكون مرتاحه. بالظبط. ده ايه؟ ده كان معرض. معرض اتعمل يعني في فيرنكس اللي فات، كان متابعه السوق بتاعنا، فبنعمل ار دايركشن يعني. ده كان كنا احنا ار دايركتورز في المعرض. ده نعمل محلات. ده بيت، ودي صور حقيقيه من البيت نفسه يعني. حتى الفرنتشر احنا اللي عاملينه. كنت لسه هقول لك، انت بتصمم يعني، انت مثلا الكرسي زي ده انت اللي بترسميه وبتعمليه؟ بالظبط، ومصنعاه وكل حاجه. واللي حواليه يعني، وكل ما حوله كل حاجة. هو من تصميمنا. لو قلت لك انا شايفه طبعا ان انت عامله كله مودرن. ويمكن الجيل ده كله او احنا كلنا بصراحه بنحب المودرن والالترا مودرن. ايه رايك بقى لما بترجعي تشوفي الحاجات بتاعت زمان اللي هي المودها بالكتير قوي؟ او بصي هقول لك على حاجه، انا بحب كان زمان قوي بيعملوا النيش، فاكره؟ صح. النيش كان النيش ده حاجه مهمه قوي بيقولوا. بس احنا مبقاش عندنا فلوس يعني. هي الفكره انه الشاب والشابه اللي بيتجوزوا دلوقتي، الحاجات دي كانت زمان مكلفه.
بس دلوقتي في العصر اللي احنا فيه، التكلفة اللي احنا فيها، ازاي ولد وبنت عندهم 28 سنة مثلا ولا 30 سنة عايزين يتجوزوا ومش كل الناس في مقدرتها ان هي تجيب نيش وتملاها؟ مش لازم النيش ده على فكرة، هو كان بيتعمل بيه ايه يعني خالص. ملوش لازمة انا شايفة بصراحة. وعايز يعني اقولك على حاجة، انا مش ضد الكلاسيك، انا شغلي مودرن بس انا بحب الكلاسيك جدا، بس هو محتاج نسب معينة، محتاج ان انت تبقى عايش في ارتفاع 5 متر، مساحات مش معينة، مش في شقة قد كده بالظبط، محتاج بقى مساحات وارتفاعات اسقف كبيرة جدا بالزبط. ودلوقتي ما شاء الله كل الاسقف عندنا بقت عالية قوي، كبريت عالية قوي. طب لو انا قلت لك اتنين متجوزين جديد ما معهمش فلوس كتير، حلو، ممكن يعملوا بيت بموبيليا بسيطه وذوقها حلو بفلوس ما تكونش كتير؟ طبعا. طب يعملوا ازاي؟ الديزاين الحلو مش معناه ديزاين غالي، الديزاين الحلو معناه ان انت رحت لحد بيفهم، هيوفر عليك مجهود كبير قوي. يعني بدل ما انت يا سمر روحتي تنامي بالليل في البرد ده على السرير وبعد ما دفيتي رجلك مش عارفه تقومي تطفي النور، فانت ممكن تروحي لحد يقول لك لا انا ممكن اعمل لك مفتاح النور جنب السرير. طب ما هو ده مكلف يعني، مش مكلف يعني خالص صدقيني، احنا طلعنا مش عايزين يعني الحاجات دي كلها اللي انا اعرفه ان الحاجات دي مكلفه. لا خالص والله، دي اشاعه بتطلع علينا بقى والكلام ده كله. مش سمارت هومز، انا بس هعمل لك مفتاح النور بدل ما هو عند الباب هعمله لك عند السرير، عشان انا دارسه ده، عشان انا عايشه. انا افتكرت بال لا مش اوتوميشن ولا طيب. اي حاجه، انا افتكرت كده لا بتكاليف بسيطه بس هي الفكره انه ده بيوفر تكاليف على الناس. الفكره الثانيه برده انه المساحه حدات صغيره، يعني الشقق بتاعت الشباب تلاقي شقه 60 متر وشقه 80 متر. أيوة، هو ده بيتعمل استوديوز، يعني دي ممكن تعملي استوديو وفي ناس بتتجوز فيها يعني. أيوة، في الاستوديو ده حلو قوي لاي كابل لسه بادئ بس مش هيعرف يفرش حياته. ما دي المشكله بقى، هينزل السوق هيلاقي السرير قد كده والدولاب قد كده، فيجي يعمل ايه بقى دي. يعمل ايه؟ يبتدي ممكن مثلا لو هو مش قادر يروح لديزاينر يعمل له البيت، ممكن يبتدي يفتح على الانترنت يشوف حلول عمليه تناسب ده، مش لازم بقى نقعد نعمل ستاير قطيفه ومش لازم نحط نيش بالمقاسات الصغيره بالظبط، يشوف ممكن حلول ممكن يجيبوا ستاير بسيطه. بس انت بتتكلمي في مساحات البيت الصغيره اللي هو مثلا سرير عمليه، يبقى معقول سرير محطوط جوه الدولاب بطريقه معينه، عندي الكنبه بتتفتح منها جزء يبقى الميديا يونت، يعني لازم نبتدي نفكر عشان تستغلي المساحات عملي اكتر، يستغل المساحات. بعدين زي الاوتيل اللي هو انت مثلا بتحطي كيتشن حاجات يونتس صغيره، بتحطي اليونتس مش لازم كبير. يعني نجيب الحاجات دي. انت بتاخدي فلوس كتير ولا ما بتاخديش فلوس كتير؟ على حسب على حسب. يعني الناس لو جات لك بجد شباب جديد عايز يتجوز وقاعد دلوقتي ولقاني دلوقتي في الحوار جايبه نهال كمال وانت الكلام اللي انت بتقوليه ده، هيروحوا لنهال كمال هيعملوا سيرش عليها ويروحوا لها؟ هتفضحينا؟ لا مش هتضحك، تلاقيش يا سمر اي حد يجي من طرفك خلاص اعتبريه. لا ما هو مش لازم من طرفي على فكره. طرف البرنامج. اي من طرف البرنامج، شايفه دلوقتي برنامج وعايزين بجد 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 من غير يعملوا حاجات. انا عايزه الناس تبتدي تستوعب فكره ان الديزاين الكويس مش شرط يكون غالي، مش شرط يكون عندي فيلا وقصر عشان اعمل ديزاين خالص. حلو قوي. يبقى ده متاح لكل الناس، ممكن طبعاً كل الناس تسكن في بيوت حلوه مريحة. حتى لو مساحات صغيره مريحة. وتكون مريحه بالزبط. وحاجات شكلها حلو. انت بتدرسي بقى بدرس انتيرير ديزاين للي ما كانش عندهم الفرصه ان هم يدرسوه. فالطلبه عندي بيبقى ممكن ادرس لحد مثلا قد والدتي، يعني بيجيلك اعمار كتير. ده معظم اللي بدرس لهم لو الجروب فيه 10 مثلا بيبقى 8 منهم اكبر مني. طب بيشتغلوا في الحاجات دي بعد كده؟ يعني كثير. هي بتيجي لهدف ايه؟ يعني انت اكيد السؤال اللي بتساليه في الاول هنشتغل بعد ما نخلص او هدفك ايه من ان انت جاي تتعلم مثلا انتيرير ديزاين؟ اكيد بتسالي السؤال ده. بيقولوا لك ايه؟ في ناس بتبقى جايه تقضي وقت وتتبسط، وفي ناس بتبقى جايه يعني من باب العلم بشيء، في ناس بتيجي بدل ما تروح لديزاينر تيجي تتعلم ويجوا يتعلموا وهم يعملوا بيتهم. بياخد وقت قد ايه؟ بيقعدوا سنه بيدرسوا. وفي ناس فعلا اشتغلت وعملت حاجات بجد مشرفه، يعني في بتتواصلي معاهم بعد كده بتعرفي كتير قوي كتير. انا البنت اللي كانت بتلبسني فستان فرحي كانت في يوم من الايام بتدرس في المكان اللي انا ودلوقتي بقت بتشتغل وشاطره قوي شاطره جدا. وفي ناس برافو. كتير بجد شاطرين باعمار مختلفه، اوجه لهم التحيه برضو، يعني بقوا محققين حاجه. عشان كده برضو انا دايما بقول الموضوع مش لازم تكون درست في الكلية الفلانية علشان تبقى بتشتغل، لأ انت لو عندك هدف هتعرف توصل له أين كان سنك ايه. طب انتي بتدرسي فين؟ بدرس في جامعة خاصة. في جامعة خاصة. طيب نسمع صوتك بقى تاني. يلا بينا تيجي نغني. طلعت يا محلى نورها ولا ايه؟ محلى نورها. اوكي يلا يلا بينا. يلا
أحلى نورها شمس الشموسي. يلا بينا نملى ونحلب لبان الجاموسي. طلعت يا ما أحلى نورها شمس الشموسي. يلا بينا نملى ونحلب لبان الجاموسي. قاعد عالساقية داخلي أسمر وحليوي عواجب طاقية وقلي غني لي غني وي. قلت له في قلبي يا خلي يا سمر يا حليوي قدم لي ورد وقال لي حلوي يا عروسي. طلعت يا ما أحلى نورها شمس الشموسي. يلا بينا نملى ونحلب لبان الجاموسي. ايه الحلاوة دي؟ انتي مثلتي في ايه؟ مثلت مسرح كتير ومثلت في افلام قصيرة بس لسه ما مثلتش في حاجة طويلة او مسلسل يعني. لا خلاص احنا بنتمنى لك بقى تمثلي في حاجات طويلة يا مسهل وتكسري الدنيا يا رب. ومستنين في رمضان تعملي حاجات إن شاء الله. في رمضان ان شاء الله. غنيت فوازير قبل كده؟ غنيتي فوازير؟ غنيت فوازير كانت بتتذاع في الإذاعة في الراديو كنت انا اللي مغنيها. طيب يبقى احنا كده نيهال بقى المطربة والممثلة والرقص احنا ما شفناش. انت ما جبتلناش اي حاجة المرة الجاية دي لنا كليب. اول ما الفيديو ينزل هبعته المرة الجاية علشان نبقى بنشوف. احنا شفنا كمان مصممة الديكور صح كده؟ اقتنعت يعني؟ لا اقتنعت بكل طيب. حاجة والتدريس واضح ان انت هايلة. نورتيني ميرسي يا سمرة. وصوتك حلو قوي وانا يعني انا بقولك بجد لازم ترجعي البهجاجة. ده طلب جماهيري. يعني انا متهيألي الناس بعد ما شافت بهجاجة اكيد هتقولك ارجعي لان انتوا مع بعض حلوين قوي. هو فعلا الباند فكرته عبقرية وانا قضيت احلى سنتين ونص يعني فعلا الموضوع جميل. مبسوطة انه عجبك ومبسوطة انه انا مبسوطة قوي. دمكم خفيف موت فانا مبسوطة بيكم قوي. ارجعي بقى. حاضر. نورتيني يا نهال. ميرسي يا سمر. ميرسي يا حبيبي. استنوني في الفقرة الجاية مع الفنان الجميل احمد رزق. برغم انه عارف دور البطولة بسبب الكوميديا الا انه مؤخرا لمع في الدراما ورغم انه قدم افلام بتتباع باسمه الا انه ما عندوش مشكلة في البطولات الجماعية او حتى الدور الثاني. معانا الفنان احمد رزق. احمد رزق مساء الفل. مساء الورد عليك. يعني عايزه اقول لكم بجد مضحكني ضحك السنين في الاوف اير. يا ربنا يكرم في الاون اير بقى. لا اولا عجبتك الانترو لان لقيتك قلت لي بس كده. جميله وبعدين لقيتها يعني شكت دبوس وعدت بسرعه كده. ومكثفه ومركزه. انت ذوق وشيك في كلامك ما شاء الله. ميرسي يا احمد. وعجبك الفيديو؟ جميل جميل بصراحه. الصور اللي فيه عجباك ولا لا؟ لان في ناس بتجي لي تقول لي الصور حلوه. في ناس تقول لي لا الصور ما كانتش حلوه. لا انت اولا الصور منتقاه بعنايه شديده جدا. طب الحمد لله. شاطر. إلى جانب أن أنا يعني أنا محير في موضوع الصور ده. ليه بقى؟ يعني تقريبا أنا الممثل الوحيد في مصر اللي ما عندوش سيشن تصوير. ليه أحمد ما بتصورش كتير؟ مش عارف أنا ما بحبش الفوتوغرافيا مع أن معظم مصورين الفوتوغرافيا الشطار في مصر أصحابي أنتيم يعني أصحابي بدرجة شنيعة يعني. بس أنا طول الوقت ما بحبش إحساس اللي هو إيه؟ ما بتقى عارفة الرياكشنات
بدون داعي. يعني انا شغلتي شغله رياكشنات بس طول الوقت بيبقى ليها مبرر، انا زعلان، انا متضايق، انا مبسوط، انا عندي موقف، انا في حاجه ليها علاقه بدراما او بموضوع او بحدوته، لكن مفيش اي سبب واقف انا اعمل حركات كده. طب انا لو قلت لك دلوقتي في فوتو سيشن دلوقتي يا احمد وجايبين لك حد يعمل لك فوتو سيشن وانت قاعد، ايه البوزات اللي هتعملها بجد بقى دلوقتي لو انت في المود تتصور؟ مش هتعمل بقى كده وكده، ايه بقى ممكن البوز اللي هتعمل؟ مش هعمل بوزات، هعتمد على انه هو يتصرف. طب ارتجل، انا دلوقتي هصورك. ماشي، بص لي وانا دلوقتي خلاص. يلا، ما انت فتحت بقك برضه. لا على فكره انا اديني رياكشن طبيعي. انا في حكايه الفوتوغرافيا دي فعلا عندي مشكله بجد. يعني انا ممكن نقعد نصور في فيلم مثلا 3 4 شهور 5 شهور والفيلم يبقى فيه سفر وبهدله ويعني متعب جدا، وببقى ناعي هم يوم تصوير الافيش. تخيل يعني، شوف التفاهه اللي انا فيها. ما بحبش الفوتوغرافيا مع ان ده غلط. يعني انا مش بدعو لان حد ما يحبش الفوتوغرافيا، ده جزء من شغلنا يعني لازم اعمل كده. بس انا مزاجنجي شويه. انت بتحب الكاميرا بتاعت بتوع الباباراتزي اللي هم ياخدوك وانت مش اخد بالك. بالظبط كده، انا عملت كده. يعني انا عملت كده لما باجي اتصور للافيش، لان معظم انا ما بتصورش مثلا عشان حوار، ما بتصورش عشان اعمل صور جديده النهارده بقالي كتير. ما بتعملش كده خالص، وده مش صح. انا باكد برضو لحسن الناس تفتكر ان انا بفتخر بده. طب يعني انت ما عملتش تحدي العشر سنين اللي مالي السوشيال ميديا ده؟ بيقول لك التراب اللي كان في الجو ده من الصور اللي طلعت من 10 سنين. ما عملتوش؟ لا ما عملتوش طبعا خالص. لا لا لا، انا مش من نشطاء السوشيال ميديا الحقيقه يعني، وبرده مش صح. لان النهارده بقى جزء كبير من نجاح الفنانين السوشيال ميديا. يعني تفاعل مع الناس بالظبط. يعني يمكن انستجرام شويه ممكن انزل صوره كل شهر، برده بيلوموني يقولوا لي انت يعني ازاي بتنزل صوره كل شهر مثلا؟ الناس واصحابي واصحابي اللي ليهم علاقه بالميديا والفنانين وبتاع يقولوا لي لا احسن من ما فيش، حاول تبقى نشيط شويه. يعني اصلا عملت الانستجرام من سنه ونص مثلا بس كده. ده بضغط من الناس، بضغط من اصحابي. الفنانين معظم صحابي، وحد اللي عمله لي مريهان حسين، فنانة مريهان حسين، قالت لي لا لازم تعمل الانستجرام، وخدته وعملت الانستجرام. طب بنشكر مريهان جدا ان هي عملت لك الانستجرام. مين اللي زق احمد رزق بقى في الوسط الفني؟ في الوسط بشكل عام؟ اعتقد ابويا الله يرحمه، لان انا والدي كان فنان سكندري، مخرج وممثل، وكان عاشق للفن والمسرح تحديدا. بس كان هاوي يعني، عمره ما احترف المهنه. هو كان موظف وكان بيحب الفن بشكل عام، وكان عندنا مكتبه في البيت. اعتقد دي اللي شكلت معظم تفكيري ومعظم افكاري اللي انا شغال بيها حاليا. وهو كان بيخرج، واول مسرحيه انا مثلتها في حياتي كان عندي 6 سنين. ده كانت اخراجه هو؟ كان عندي 6 سنين، كان اسمها عالم تجن الجن، كانت في اسكندريه، وكان فيها الله يرحمه فنان انا بحبه جدا اسكندراني برضو اسمه مصطفى رزق رحمه الله عليه، وكان فنان النجم احمد ادم اسكندراني برضو. المسرحيه كانت ده بتوع اسكندريه. اسكندريه، ما هي كانت في اسكندريه. وهوايه في اسكندريه، ما كانش يعني ما كانوش لسه حتى احترفوا التمثيل. وطلعت على المسرح وانا عندي 6 سنين، فلقيت نفسي برتجل بقول اي كلام الناس بتضحك فيه. فالحاله دي استهوتني قوي، فبدات اقول انا عايز امثل. انا عايز امثل، انا عايز امثل، وبدات احلامي ما يبقاش فيها حاجه تانية. في الست سنين بتبقى فاهم يعني، انت حاسس ان العمر ده فعلا بيبان اذا كان فنان كويس ولا لا؟ ظلم برضو ان انا اقدر اقول ان الحكايه بتبقى باينه بشكل كامل، وانا ما خدتش قرار الاحتراف وانا عندي 6 سنين. طبعا انا حبيت الحكايه، حبيت اللعبه، وبعدين قررت ان انا اكررها مره تانية. وبعدين لما خلصت ثانويه عامه قلت لوالدي الله يرحمه انا لازم ادخل المعهد. حتى هو كان عنده اقتراحات، طب ما تخش كليه اداب قسم مسرح وتبقى هنا في اسكندريه جنبنا وجنب والدتك. ويعني قلت له ما فيش الكلام ده، انا عايز ادخل المعهد في القاهره وسيبني اجرب، يعني جايز ربنا يجري. وجت من هنا. مين بقى اللي اخذك في مسرحيه الجميله والوحشين؟ بس مسرحية الجميلة والوحشين، أنا كنت بعمل مسرحية اسمها مساء الخير يا مصر على مسرح الدولة، كان المسرح الكوميدي. ده محمد عوض. محمد عوض ومحمد منير. محمد منير وسوسن بدر وأحمد صيام فطاحل. كانت مجموعة كبيرة جدا يعني. ف
عرفت من كان الاستاذ عصام السيد، كان هو مدير المسرح ساعتها، المخرج المسرحي. لا، مخرج المسرحيه كان الاستاذ ناصر عبد المنعم. اه لا، المخرج المسرحي، المخرج المسرحي الكبير طبعا، كان هو مدير المسرح ساعتها. لقيته دخل لي الاوضه وقال لي في ناس بيتفرجوا عليك النهارده. ف قلت له يعني مش فاهم، ناس قرايب حضرتك يعني؟ يعني ما فهمتش هو قصده ايه والله. فقال لي لا، في الاستاذه ليلى علوي والاستاذ حسين كمال، وكان معاهم الاستاذه سميحه ايوب. انا ما عرفتش ايه علاقه الاستاذه سميحه ايوب غير بعد فتره. اتاري هي اللي شافت المسرحيه قبل كده، وهم كانوا بيعرضوا اوريدي الجميله والوحشين، جابتهم بقى علاء ولي الدين وصلاح عبد الله ومحمد الصاوي. فعلاء ولي الدين الله يرحمه وصلاح عبد الله ربنا يديله صحه سابوا المسرحيه. فكانوا بيدوروا على بدائل، بديل علاء ولي الدين. فالاستاذه سميحه ايوب قالت لهم في مسرحيه في مسرح المسرح الكوميدي في شارع محمد فريد، في شارع عماد الدين، هو اسمه مسرح محمد فريد، تعالوا شوفوها، في ولد جديد جايز يعجبكم. فانا طلعت واشتغلت وما كنتش عارف يعني ايه بيتفرجوا عليا، يعني يعني هو جاي يتفرج على المسرحيه اكيد، لكن ما كانش عندي معلومه انهم بيكملوا المسرحيه عايزين يشوفوا حد يكمل المسرحيه وحاجه كده. فبعد المسرحيه مباشره قالوا لي عايزينك بقى تجي لنا شركه اوسكار ونقعد نتكلم عشان في عمل مسرحي كبير ولازم تبقى مشارك فيه. رحت قابلت المنتج الاستاذ وائل عبد الله والاستاذ بهاء عبد الله، واتفقنا على المسرحيه، وقعدنا عملنا بروفات مثلا شهر او اقل من شهر، لان المسرحيه كانت جاهزه بس احنا اللي كنا بنتعشق في وسط الحاجات اللي جاهزه يعني. وعملت المسرحيه. عملت. طب كنت بتزعل بقى ان هم بيقارنوا بينك وبين علاء ولي الدين الله يرحمه؟ والله بصي، مش مساله بزعل، لان ده شيء طبيعي يعني. لما تكون مسرحيه بيعملها علاء ولي الدين وبعدين انا اجي، ما اقدرش اقول لحد ما تقارنش يعني، الفكره مستحيله. ودايما المقارنه بتبقى في صالح اللي الاولاني اللي قام بالدور في الاول. بصي انا للامانه هو حظي كويس ان انا اللي صورت المسرحيه، يعني مش علاء اللي صور المسرحيه. لكن الفتره اللي انا كنت بعرض فيها المسرحيه كان معايا نوع من التعاطف شويه، لان كان سني صغير قوي يعني، فعلا كنت صغير. فحبوك في الدور. حبوني وحس انه ايه، لا ولد مجتهد على سنه ده، فما كانوش قاسين عليه. الحمد لله الفتره دي عدت على خير. وانا كنت بحب المسرحيه دي جدا، يكفيني شرفا ان اشتغلت من اخراج حسين كمال طبعا الى جانب الجميله ليلى علوي يعني والشركه الانتاج لكن بحط في السي في ما كنتش هعرف الحق حسين كمال لو ما كنتش اشتغلت في المسرحيه دي. طب العربي تعريفه، انت برضو رشحوك ان انت تعمل الفيلم بعد وفاة الفنان علاء ولي الدين، ما حسيتش ان انت في الحتة دي يعني انت محصور في الادوار؟ لا بصي هقول لك على حاجة، الفترة دي زي بديل، فاهمك قصدك ايه، بس الفترة دي بالنسبة لي دي ما كانتش انتوا ليه بتحصروني، لا دي فرص. دي فرصة بالنسبة لي لما اعمل مسرحية في القطاع الخاص لشركة كبيرة مع نجمة كبيرة ومخرج كبير، دي فرصة بالنسبة لي، إلى جانب أن أنا كلمت علاء، لأن علاء كانت بتربطني بيه صداقة قوية جدا. فلما سألته قال لي طبعا أنت، قلت له طب أنت سبت المسرحية؟ قال لي أنا بعمل مسرحية تانية، كان بيعمل مسرحية تانية في اسكندرية. قلت له يعني ما فيش مشاكل، أنت مش هتبقى متضايق؟ قال لي بالعكس، دي فرصة وامسك فيها بإيديك وسنانك. لما جه عربي تعريفة وكمان برضو لما بابا ينام، يمكن أنت ما تعرفيش المعلومة دي، الوضع اختلف تماما يعني. وهو عايش كان عندي القدره ان ارفع سماعة التليفون واقول له ايه الموضوع، هل في مشكله. اتوفى خلال عرض لما بابا ينام. وكان صور من العرب تعريفه حوالي اسبوع او اقل. اقل من اسبوع تقريبا يعني، كان معظمهم في البرازيل. ما قدرتش بالحقيقه، حتى لو هي فرصه، لكن ما قدرتش. اصل برضو احساس قاسي جدا، مش عليا، على زمايله اللي واقفين جنبه على المسرح بقالهم فتره طويله جدا، وفجاه هيلاقوا واحد تاني. اولا لو واحد تاني، ما هي دي نفس الحكايه كانت في الجميله والوحشين، بس مع الفارق ان في الجميله والوحشين مفيش، هو كان عنده عمل تاني وقام بيه، انما الموضوع هنا مختلف. الموضوع مختلف تماما يعني. يعني برضو انا رأيت مشاعر الزملاء اللي هيبقوا على المسرح، ممكن فجأة يفتكروا علاء. طب سؤالي هنا، هم
احمد كانوا بيختاروك ليه؟ هل علشان انت المواصفات الجسمانيه واحده او الشكليه واحده، ولا علشان كوميديان برضو؟ الاثنين. الاثنين اه اكيد، المواصفات الشكليه، لان في المسرح تحديدا بيبقى في شكل، وبما ان في شكل بيحصل تركيب افهات لها علاقه بالشكل، ممكن يبقى هو شخصيا وممكن يبقى زمايله اللي جنبه على المسرح. فعاده لما بتيجي تفكري ببدايل بتفكري انك ما تخسريش حاجه، يعني مش عايزه تخسري افيه معين مثلا متقال في المسرحيه، فبتبقي عايزه حد شكلا شبه اللي كان موجود. اه بس انت ما كنتش بتزعل لما كان بيقولوا ان علاء ولي الدين هو اللي كان انجح ككوميديان؟ بصي انا شخصيا بحب علاء ولي الدين الله يرحمه، اكيد كلنا الله يرحمه بنحبه جدا، وعلاقتي بعلاء ولي الدين مش علاقه فنيه فقط. اه بس فقط. انا سؤالي واضح، كنت بتتضايق لما كانوا بيقولوا ان احنا بنحب علاء ولي الدين ككوميديان اكتر من احمد رزق في الادوار دي؟ والله بصي انا الجمله دي ما اتقالتليش بالصراحه دي. طب ما سمعتهاش خالص؟ لا والله ما سمعتها. بس عايز اقول لك على حاجه، لو حد قال كده انا هعذره، لان انا شخصيا بحب علاء، يعني انا شخصيا احب هو كان الله يرحمه دمه خفيف ومختلف بجد، يعني انا كنت بقول لهم انا كان نفسي اشوف علاء وهو بيعمل المسرحيه دي على الجميله والوحشيه، كان انا للاسف ما شفتهاش بعلاء خالص. فقلت لهم انا كان نفسي اشوف علاء وهو بيعمل المسرحيه دي، لان انا فعلا بحب علاء، لكن لو حد شايف او كان شايف ان علاء كان افضل مني في المسرحيه فمعاه كل العذر وكل الحق. جربت البطوله المطلقه زي حماده يلعب وحوش اللي وقع منك صح؟ طيب بعد كده بقيت بتعمل بقى بطولات جماعيه ودور تاني ليه؟ وقبل كده اه ماشي، قبل كده مفهوم، بس انا اللي يهمني بعد بعد ما بدات الطريق بقى كبطوله. مظبوط. المفروض تكمل بقى كبطل ليه؟ المفروض، ما هو على فكره هو ده العرف اللي احنا عرفناه، اللي بيعمل بطل يفضل يكمل بطل، واحنا كمان عارفين حاجه تانية، اللي بيرجع للبطولات الجامعيه او دور تاني معناها ان ده تراجع او ان اسهمه تراجع. فخلاص رجع بقى للادوار التانية او البطولات الجامعيه. طب ما انا عملت العكس، يعني انا عملت بطولات جامعيه وبعدين عملت بطوله مطلقه وبعدين عملت بطولات جامعيه وبعدين عملت بطوله، رجعت اهو لبطوله مطلقه تاني. ما انت رايح جاي رايح جاي، فانت انا رايح جاي حسب الورق وحسب الدور. يعني انا لما يتعرض عليا فيلم زي فيلم الكنز مع الاستاذ شريف عرفه وما هواش بطل، والفيلم بشكل عام ما فيهوش بطل، يعني مجموعه النجوم اللي موجوده في الفيلم، يعني ما فيش كل واحد فيهم بيعمل فيلم، يعني محمد رمضان بيعمل فيلم، المفروض بيعمل فيلم لوحده، محمد سعد بيعمل فيلم لوحده، انا بعمل افلام لوحدي، هند صبري بتعمل افلام لوحدها، كل دول لما يبقوا موجودين في فيلم لازم كلنا نوافق، طالما في ورق ومخرج كبير يحتمل يحتوي كل النجوم دي كلها في عمل، اللي يوافق اللي يرفض مننا ما يبقاش ذكي. برضه مش عايز اقول غبي، بس ما يبقاش ذكي خالص. اقول لك على حاجه كمان، ويشهد عليا استاذ شريف عرفه نفسه ويشهد عليا منتج الفيلم الاستاذ وليد صبري، انا ما اتناقشتش في اجري في الفيلم ده، لان انا اول ما قعدت عشان اتكلم في الفيلم قلت لهم يا جماعه الفيلم ده يعني انتاجه صعب، فعشان النجوم دي تبقى موجوده لازم كلنا نبقى متعاونين ولازم ينجح. شوف انت بالنسبه لك ان وجود الاسماء دي كلها كلهم صف اول فده مضمون النجاح. طيب يجعله عامر، الفيلم ده بتعتبره ناجح ولا لا؟ بصي الفيلم ده له قصه كده معايا مش غريبة، بس ليها تراكمات. إن أنا اتعرض عليا من الأستاذ أحمد السبكي قبل يجعله عامر أكتر من فيلم، فاعتذرت ما اشتغلتهمش، والأفلام دي نزلت جابت إيرادات كبيرة، وبقى كل ما يشوفني يقول لي يا عم تعال أعمل يا عم فيلم معايا من الأفلام اللي أنت ما بتحبهاش دي. فاقول له يا عم احمد ربنا يسهل، يعني انا يهمني ابقى معاك. وعملت معاه فيلم اسمه الليله الكبيره، مجموعه نجوم برضو ما كانش بطوله مطلقه. بعد الفيلم عامر ده من الافلام اللي انت ما بتحبهاش؟ مش ما بحبهاش. بص اللي قال لك اهو، قال لك تعالى اعمل معايا فيلم من اللي انت من النوع لا اللي انت ما بتحبوش. لا بص يجعله عامر فيه فكره وفي موضوع بسيط، لكنه في النهايه طب من النوع اللي انت ما كنتش بتحبه. انا جاي لك في الكلام. طيب جاي لك في الكلام، ما تقلقيش والله هديك اللي انت عايزاه. في فكرة وفي موضوع، لكن هو في التوليفة اللي كان بيحبها السوق في الفترة دي، اللي هي المطربة اللي دمها خفيف زي بوسي، المطرب الشعبي الشاطر زي الشعبي ليسي، أو المطربة الشعبية. خلاص
ولازم تكون واحده بترقص، ولازم تكون واحده يعني التركيبه اللي هي ليها علاقه بشباك التذاكر، ليها علاقه بشباك التذاكر. فانا عملت الفيلم ده في فتره ما كنتش منتعش فيها قوي الحقيقه يعني. وقررت ان انا اخوض التجربه لان انا كان يهمني عشان قوي عشان تكون موجود، مش بس موجود، كان يهمني قوي ان انا اعمل فيلم تنتعش فيه يجيب ايرادات وتنتعش برضه واغازل شباك التذاكر بلغه اللي بيفهمه في شباك التذاكر. طيب نجحت في شباك التذاكر لما انت قررت تعمل الدور ده؟ بصي بقى، هو الفيلم ما جابش ايرادات كبيره، واكتشفت ايه بقى من خلال مقابلتي للناس في الشارع، ان الناس عندها استعداد تستقبل ده من ناس وناس تانية لا ما استقبلوهاش من احمد رزق، ما استقبلوهاش مني كما ينبغي يعني. الفيلم حتى انا سالت عم احمد السبكي، انت الفيلم بالنسبه لك؟ قال لي لا انا بالنسبه لي ما خسرتش، الفيلم بالنسبه لي زي الفل وكسبت. يعني النوع ده من الافلام، لكن مش الايرادات اللي انا كنت عايز اعمل الفيلم ده عشان اجيبها. طيب يعني النوع ده من الافلام لا يناسب احمد رزق، لا يناسب ذوق جمهور اللي بيحب احمد رزق، ولا يناسب احمد رزق. مظبوط. نطلع لفاصل؟ يا ريت. استنونا بعد الفاصل. هرجعك شويه بقى لسنه 2000، فيلم ثقافي. الفيلم ده كان علامه من علامات الكوميديا، ثلاث شبان بيدوروا على فيلم ثقافي. لا ومعاهم فيلم. لا قول لا قول. بيدوروا على مكان يتفرجوا على. ايوه في الاول لا جابوا الفيلم بالظبط ودوروا على فيديو وبعد كده دوروا على المكان. المكونات كلها. بالظبط كده، كان ده اللي شاغلهم. لو فيلم ثقافي اتعمل دلوقتي ازمه الثلاث شباب دول هتبقى عامله ازاي؟ انت عارفه ان انت بتتكلمي في نقطه انا قعدت اتناقش فيها مع الاستاذ محمد امين، ان احنا لو فكرنا نعمل فيلم ثقافي اتنين المشكله هتبقى ايه وهتتناول والله العظيم مأجلها بقى لحد ما تجيلي. وهتتناول الفيلم ده ازاي يا استاذ محمد؟ انت فكرت فعلا تعمل؟ مش ما فكرت اعمل يعني، بس كان في بالك ان انت ممكن لو عملنا ده نتناقش، لان كذا حد على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا يكتبوا لي نفسنا تعمل الجزء الثاني من فيلم ثقافي. من فيلم حاجتين بيتكتب لي عليهم كده باستمرار، فيلم ثقافي كافلام سينمائيه ومسلسل ساره، نفسنا في جزء ثاني للمسلسل ساره. مع حنان ترك. ده من احلى المسلسلات، انا بحبه جدا. ف الازمه هي اصلا الفيلم لما اتعرض كانت المشكله بتاعه الفيديو خلاص ما بقتش قائمه، والناس استوعبت قوي فكره ان الموضوع مش فيديو وشريط، هي الموضوع فكر ازاي يعني. حتى في حاجات بسيطه جدا كانت موجوده في الفيلم، واحنا واقفين في الكشك بنعمل تليفون وبنكلم برايز ومستنينه يوجهنا وبتاع، الراديو اللي كان شغال عند الراجل اللي في الكشك كان بيقول توصل ثلاثة من الشبان الألمان إلى اختراع مش عارف إيه واختراع مش عارف إيه واختراع مش عارف، حاجات بسيطة كده في خلفية الفيلم كانت بتشاور على اللي احنا عايزين نقوله من ورا من غير ما تقولوه، إن مش معقولة تلات شبان زي الفل من شباب مصر كل اللي شغلهم الهاجس الجنسي في التوقيت إن الشباب برا بيخترع وبيكتشف وبينهض وبيعمل صناعه وبيعمل كل حاجه في بلده. فده اللي احنا كنا عايزين نقوله من خلال الفيلم. طيب انت شايف ان دلوقتي فعلا ده لسه الفكر ده مسيطر على شبابنا؟ لسه موجود الكبت ده؟ لسه موجود؟ موجود بس باختلاف شكله. موجود بس موجود موجود موجود، لان ده في ثقافتنا، ده في تربيتنا، احنا بنبقى قاعدين بنتفرج على فيلم عادي جدا جدا يعني، وبمجرد ما يبقى في مشهد مثلا في حضن او بوسه او بتبص تلاقي الاطفال اوتوماتيك بيروحوا مغميين عينيهم بيدور وشه الناحيه الثانيه كان في جريمه بتحصل. الطفل بره ما بيترباش كده، الطفل بره عنده نوع من انواع الحريه، وانا مش بنادي ان احنا نعمل زيهم خالص، انا بقول لك ان في فرق في التربيه والثقافه. ترديت عليا على طول عشان ما اسالكش انت بتنادي فقلت الحق نفسي. لا طبعا لا والله مش هلحق نفسي، خايفه ورطك. انا سايب الكلام يطلع كده، انا بسترسل وانت النقطه اللي عايزه تسالي فيها اسالي فيها، لكن التربيه دي
خاصة بمجتمعنا جدا جدا يعني. طب شايف التربية دي أحسن ولا التربية دي أحسن؟ التربية أنهي؟ لا بص الوسط. أنت بتقول إن التربية برا مش كده، إن الأولاد برا بيشوفوا إن ده طبيعي. أعتقد لكن إن أنا ما عشتش برا، بس أعتقد إن من الأفلام من الثقافة اللي بتوصل لنا اللي بتوصل لنا. طيب أنت بتربي ولادك دلوقتي، أنا عارفة إن أنت عندك ثلاث أولاد ما شاء الله أمارات الحمد لله. عندك أسمائهم إيه؟ حمزة وعمر ويحيى. أنت بتربي ولادك على إيه بالظبط؟ بصي أنا بربي ولادي أولاً الحمد لله، أنا من أول ما بدأوا يتكلموا جبت لهم مش مدرس دين، بس جبت حد يعرفهم قراءة القرآن شكلها إيه، لأن أنت عارفة المدارس الانترناشونال كلها ما فيهاش دين. والولاد طول النهار بيتكلموا مع بعض إنجليش كل الأولاد كده وبيستسهلوا. والنقطة دي أنا بحاول أعوضها عن طريق البيت، سواء بإني أصلي معاهم، أخدهم معايا يوم الجمعة نروح المسجد. كلهم وهم صغيرين حفظوا جزء عامة اللي هو الآيات الصغيرة دي، بتفرق معاهم في أكتر من حاجة، سواء تربية سواء لغة، اللغة العربية، لأن أنا كان عندي رعب من إنهم ما يعرفوش يتكلموا عربي، أو يكتبوا عربي، خصوصا أن والدتهم مش مصرية. بس هي بتتكلم مصري أحسن مننا كلنا الحقيقة يعني. هي مغربية؟ بس هي بتتكلم مصري لبلب. أحسن منك؟ مش أحسن مني طبعا، بس إيه يعني لو أنت ما تعرفيش إن هي مش مصرية مش هتعرفي. مش هتعرفي إن هي مش مصرية. لا يعني خلاص، هي عايشة في مصر بقالها كتير يعني إحنا متجوزين بقالنا 12 سنة دلوقتي، هي عايشاهم في مصر، بتنزل المغرب أجازة شهر مثلا أو حاجة كده، كل سنتين أو كل ثلاث سنين كمان. فأنت مقرر بقى تعمل التوازن، يعني المدرسة بتربي تربية غربي بالزبط، وأنت في البيت تربية شرقي. بالظبط. لأن هي محاولة، لأن أنا يعني حتى لما هم بيقعدوا يتكلموا إنجليش مع بعض أنا بتوه، لأن أنا يا دوب مدرسة حكومة، وكنت بلبس مريالة بيج، يعني كنت حاجة يعني كنا كده واحنا صغيرين، وكده كده ثقافتهم اللي بتوصل لهم من المدرسه او من التعليم ثقافه غربيه تمام، ثقافه غربيه بحته مختلفه خالص. ما بيتكلموش عربي في المدرسه. انا بقى منعهم يتكلموا انجليش في البيت، يعني هما بيتكلموا انجليزي في البيت لما بيكلموا مع بعض بس، او مع بيكلموا اصحابهم، لكن تيجي تناقشني في موضوع او تسالني في حاجه تسالني بالعربي. لو سالتني انجليزي مش هجاوبك، انا كنت بعملها يعني انا بحاول اربيهم على حاجه، بس انا فاهم كنتش هفهم يعني. يعني هم عندهم طريقه كمان. طب الموضوع ده بتزعق فيه ساعات؟ بيعملوا العكس فبتقعد تزعق لما يكلموني بالانجليزي؟ لا، هم دلوقتي الموضوع بالنسبه لهم بقى تريقه، يعني لما يحبوا يتريقوا عليا يكلموني بالانجليزي على اساس ان انا ايه مش فاهم، وانا ما بعرفش اتكلم انجليزي لكن بفهم يعني. هم اللي بيقولوه ببقى فاهمه كويس جدا. طيب في كوميكس بقى حلو قوي ومتاخده من افلامك، عايزاك تبص عليها وعايزين نقراها مع بعض. مش عايز الناس تتفرج عليا عشان تبص على جسمي، انا عايزاهم يتفرجوا على الفن اللي بقدمه. هنبص بادب. ده انتوا الثلاثه اهو. دينا ترد على الافتاء نرقص باحترام، واحنا هنبص بادب اهو. افتتاح، ده افتتاح سكي مصر. سكي مصر اكبر مكان للتزحلق على الجليد بالشرق الاوسط بضعف مساحه سكي دبي. دبي واحده واحده يا اخواننا كله هيتزحلق. ده كان في فيلم ايه؟ ده فيلم اوعى وشك. اوعى وشك. وده اوعى وشك برضه، انت بتاخد الشاحن من ورايا وانا بشحن بيه كده، خلصت يا معلم. تخيلي الشاحن بقى فعلا من الاشياء اللي ممكن الناس تخسر بعضها، يعني انت تقدري تعيشي وموبايلك فاصل شحن طول النهار؟ لا ثانيه واحده، هي الـ انت ومراتك بتتخانقوا على الشاحن؟ بيتخانقوا على الشاحن. دي اكتر خناقه بين المتجوزين اللي ما تاخديش الشاحن بتاعي، وهي والولاد بيتخانقوا على الشاحن برضو، لان هما دايما بياخدوا الشاحن بتاعها يشحنوا الجويستيك بتاع البلاي ستيشن، فهي تيجي تشحن موبايلها ما تلاقيش الشاحن فتلاقيهم بيشحنوا الجويستيك. الخناقه الاكبر ان الراجل دايما بيبقى عايز الشاحن ما حدش يقرب له. هو انا الامانه الشاحن بتاعي غير الشاحن بتاع مراتي، يعني انا الشاحن بتاعي غير الشاحن بتاع مراتي، ف وده اضمن. ايوه اضمن، ما انا خبيث برضه يعني. بتتبسط لما بتلاقي الكوميكس دي على طبعاً اعمالك؟ طبعا. بتحس ان انت ناجح؟ طبعا. بصي في دلائل كده للنجاح، اهمهم من وجهه نظري اراء الناس اللي بتقابلك في الشارع. لا، والجيل الصغير
الجيل الصغير خلاص هو ده اللي بيعمل بقى الكوميكس بالظبط. يعني انا في شخصيه برضو لقيت عليها كوميكس كتير جدا هي اللي حسستني ان الشخصيه دي نجحت، كان شخصيه اسمها طاهر المصطيهي في مسلسل خطوط حمر مع احمد السقا. طاهر المصطيهي كان تركيبه، كان كاركتر دمه خفيف وكان لسانه زفر، فكان دايما بيغلط وبيشتم، وجات كونيلا علم من التنه، جات كونيلا مش عارف ايه. فالكوميكس اتاخدت كتير جدا جدا، بقت تنزل الناس ينزلوها على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا في اعياد ميلادهم، اللي ما في حد قال لي كل سنه وانت طيب جات كونيلا علم من التنه، جات كونيلا مش عارف ايه. دي برضو من الشخصيات اللي خدت نصيب كبير في التعليقات في السوشيال ميديا. طبعا فيلم ثقافي خد ده شويه ده خد ده شويه مشهور شهره رهيبه. فيلم ثقافي من في استفتاء ما مش فاكر ايه هو، اخد من كان من ضمن احسن 10 افلام في العشرين سنه اللي فاتوا. طيب تعال نبص على الخبر الجاي. احمد رزق بينسحب رسميا من تياترو مصر. ليه ما عملتش تياترو مصر بعد اشرف عبد الباقي؟ اقول لك بصراحه، اولا اشرف عبد الباقي عمل تياترو مصر ونجحت وكسرت الدنيا، حصل خلاف بينه وبين الشركه المنتجه، وبعدين قرر ان هو ياخد المجموعه كلها اللي هو اكتشفها واللي هو طلع بيهم الحقيقه يعني، وراح نقل في حته تانية. فكلموني الشركه المنتجه في قناه الحياه ان انا اروح اعمل التجربه بعد اشرف. فالحقيقه انا ما كنتش عندي درايه ان في مشاكل وان في قضايا وان هم بينهم خلافات كبيره، فروحت وكان عندي حلم. انا اصلا بتاع مسرح، يعني انا اصلا في المسرحيه ومن 6 سنين زي ما بتقول عشان كده بسالك. فانا كان عندي حلم ان انا اعمل الفكره بتاعه تياترو مصر دي بشكل مختلف. فقعدت مع المنتج استاذ محمد عبد الحميد، استاذ محترم جدا جدا جدا، قلت له انا عايز اعمل حاجة غير اللي كان بيعملها أشرف، عايز أعمل مسرح بالشكل المسرحي مش سكتشات، وده مش معناه إن أشرف بيعمل سكتشات. يعني ده من كلامك كنت لسه هسألك. لا أنا عايز أعمل حاجة مختلفة عن اللي هو بيعملها. بعدين ملاحظة إن أنت عمال بتلحق نفسك وعلى طول تدي ردود علشان ما أسألكش. مش عايز تقع في الغلط النهارده. بحاول على قد ما اقدر. جاي مصحصح. انت برضه توقعي اي حد في الغلط الحقيقه. فقلت له عايزين نجيب، وجبنا بالفعل الاستاذ احمد عبد الله مؤلفا والاستاذ خالد جلال مخرجا. وبعدين بعد شويه بدانا بقى نسمع عن المشاكل. انا قعدت مع الاستاذ محمد ابو حميد وقلت له على فكره انا مش طرف في المشكله عشان اتحط في النص، فانا مش هعرف اشتغل في الجو ده. طيب عشان خاطرنا نحاول ومفيش مشكله، ومين قال ان في مشكله؟ كان كلام عادي جدا. وبعدين الاستاذ خالد جلال لنفس الاسباب تقريبا يعني لم تكن معلنه انسحب. وبعديها باسبوع الاستاذ احمد عبد الله انسحب والمشروع خلاص. هما كملوا بمؤلف تاني ومخرج تاني وابطال تاني. من ناحيتكم انتوا المشروع انتهى من ناحيتكم خلاص، لان هما كملوا بيومي فؤاد تقريبا، بيومي فؤاد وهاله فاخر واحمد فتحي. فانا قلت له الحقيقه انا مش هقدر، يعني فعلا اللي انا كنت عايز اعمله مش هقدر اعمله، وفي نفس الوقت انا حاسس ان انا في وسط مشكله انا ماليش دعوه بيها، يعني انا ايه اللي يحط لي في النص؟ عايز تبعد بقى عن المشاكل. فعايز ابعد عن. طب ما عملتش ليه المشروع في حته تانية بالشكل اللي انت عايزه طالما انت عندك الحلم المسرحي؟ انا مش منتج عشان اعمل مشروع يعني. لا يعني الحلم ان انت تروح لحد وينتج لك برضو ويعمل لك الموضوع. بصي اقول لك بصراحه، المسرح انا اتربيت عليه بشكل معين. بالمناسبه انا كنت لسه قريب كنت بتفرج على اشرف، المسرحيه اللي بيعملها اشرف مش مسرح مصر، المسرحيه الجديده، وعامل فرقه جديده جريمة دلوقتي، جريمه في المعادي، حاجه جميله جدا جدا جدا. ولادي بقى معظم الوقت بابي عايزين نروح المسرح. على فكره لو ما كانش اشرف عبد الباقي عمل تجربه تياترو مصر ومسرح مصر
ولادي عمرهم ما كانوا هيقولوا الجمله دي لان ما كانش في مسرح. فانا بقول ان لو اشرف عبد الباقي ما عملش حاجه غير انه خلى جيل كامل يعرف ان في مسرح للمسرح. ويقول انا عايز اروح المسرح ولو سمحت عايزين ده إنجاز. الى جانب عشان برضه ندي كل الناس حقها، ده في جيل كامل طلع من المسرحيات بتاعه اشرف عبد الباقي. النهارده علي ربيع نجم، النهارده مصطفى خاطر نجم، كلهم نجوم الحقيقه. خلاص يعني ما ينفعش النهارده نبقى قاسيين في حكمنا على مسرح مصر وعلى اشرف عبد الباقي. طيب احمد رزق، انت عملت مسلسلات، ثلاث مسلسلات متاخده من اعمال مشهوره جدا، العار، الإخوة الأعداء، والكيف. في ناس بتشوف الحتة دي إن ده إفلاس فني، إن مفيش أفكار جديدة، وإن الأعمال الأصلية تفضل ناجحة لكن اللي بتتكرر دي ما بتنجحش. أنت شايف ده خصوصاً إن العار منجحش، أجمد حاجة العار منجحش. ما هو العار كفيلم كسر الدنيا طبعا. الكيف احنا كمان العار مش بنحبه، يعني مسلسل الفيلم العار مش بنحبه، لا احنا حافظينه، لا احنا تربينا على الحاجات دي، حافظينه بالافيهات وحواراته بالحاجات وكيف كل حاجه الكيف. والكيف هكذا حاجه، كل الافلام دي انا اول ما تعرض عليا وهكذا، الله يرحمه برضو نور الشريف، اول ما تعرض عليا مسلسل العار قلت لهم يا جماعه يعني مش عارف، انا خايف، خفت طبعا، انا خايف لان الفيلم احنا حافظينه يعني صم، يعني ممكن نسمعه لو حبيته يعني. فكان الكلام مع الاستاذ احمد ابو زيد مؤلف المسلسل، وهو ابن الاستاذ محمود ابو زيد مؤلف الفيلم. فقلت له يا احمد ايه انت شايف، ايه يعني ايه الدافع اللي يخلينا نقدم النهارده فكره العار وهي اتقدمت بشكل جيد جدا في فيلم مهم وعايش في وسطينا لغايه النهارده. قال لي، وده على فكره بيحصل بره، قال لي هم بره الخواجات بيتناولوا بياخدوا نفس التيمة ويتناولوها باشكال مختلفه. قلت له طب احنا ايه الشكل المختلف اللي احنا، وده اللي نجح العار بالمناسبه، ان الناس اتفاجئت ان في الحلقه رقم 5 الاحداث اللي هم عارفينها في الفيلم خلصت. طب العار نجح وكسر الدنيا، الإخوة الأعداء والكيف نجحوا برضو جدا، نجحوا جدا في التلفزيون، نجحوا جدا. مش نجاح العار أصل برضو، هو النجاح نسب، وأنا حسها يعني. أنا أقدر أقول لك ترتيب نجاح المسلسلات دي. طب قول لي الترتيب. العار، الكيف، الإخوة الأعداء، ده ترتيبهم، مع إن أنا بذلت مجهود في الإخوة الأعداء بشكل، أنا كنت بتعب نفسيا وأنا بعمل المسلسل ده لان الدور كان صعب يعني. ده كان دور سايكو، وعمله الفنان القدير محي اسماعيل، من اعظم الادوار اللي عملها في تاريخه. فانت طول الوقت محطوطه في مقارنات صعبه يعني، احنا في العار انا بتقارنيني بالله يرحمه محمود عبد العزيز يعني، الله يرحمه. طبعا المقارنه صعبه جدا لو شفتيه، بس وبصراحه ما بتكونش في صالحكم متهيألي يعني. هم جيل انا عمالقة. الاستاذ محمود عبد العزيز نفسه كلمني في وقت عرض مسلسل العار، انا بصي مش هقول لك اتزكيت شويه، بس نوع من انواع الحرص. انا قلت للاستاذ احمد ابو زيد يعني انا عايزه حاجه مختلفه خالص، يعني عايزه دور مختلف تماما عن اللي كان بيعمله الاستاذ محمود عبد العزيز. ده علشان ضمان النجاح، مش مساله ضمان النجاح، او عشان تبعد عن المقارنه، لان المقارنه صعبه. المقارنه مش في الصف طبعا، يعني المقارنه مش في صالحنا كلنا خلاص. فاحنا عايزين نقدم فكره جديده في المسلسل، وده حقيقي يعني. بقول لك الحلقه 5 في المسلسل، والناس فاكره المسلسل كويس، الحلقه 5 في المسلسل كل الاحداث بتاعت الفيلم خلصت خلاص. انتهى، دخلتوا في احداث. انت عندك 25 طيب. حلقه الناس بتتفرج على نفس التيمه، بس في مواضيع مختلفه تماما، مواضيع مختلفه تماما يعني. يعني انت لو انت فاكره الفيلم، اكيد فاكره الفيلم طبعا، نهايه الفيلم كانت ايه؟ المخدرات غرقت في وقت الملاحات والكلام ده خلاص. ورموها والحلم ضاع لان هم جريوا ورا حاجه غلط، وتاثير المال الحرام هو ده، دي التيمه اللي احنا خدناها. احنا جينا في الحلقه 5 الصفقه بتتم، العمليه بتتم، والناس مستنيه تشوف المخدرات غرقت في الملاحات زي الفيلم. غيرته؟ لا، الصفقه نجحت، هي التيمه هي اللي احنا ماشيين وراها، اللي هي ايه؟ تاثير المال الحرام عليهم،
اتغنوا وعملوا فلوس ومشيوا بقى في حياتهم. فعمل فيهم ايه بقى المال الحرام ده؟ خدوا المال فعلا يعني، التانيين ما خدوش الصفقه ولا خدوا الفلوس من ورا، لكن انتوا فعلا دول خدوا الفلوس، الصفقه اتباعت وخدوا فلوس، وكل واحد فيهم بقى معاه ملايين، لكن الخساره اللي خسروها اكبر بكتير من المكاسب اللي كسبوها. فعشان كده الناس حبت المسلسل لانه في اختلاف كبير عن الفيلم. نطلع لفاصل. طيب انت سألت الجمهور سؤال، لازم تشوف الردود. اتمنى. يلا اتفضل. بحب اشوف الفنان احمد رزق في الكوميدي طبعا اكتر، في الادوار الاكشن احسن من اكتر من الكوميدي. في الجد بحب اشوف الفنان احمد رزق في الادوار الكوميدي طبعا، في الادوار الكوميديه أشد من الأدوار التراجيدية. أنا بحب أشوف الفنان أحمد رزق في الأدوار التانية، مش ليه مش كوميدي، في الأدوار التانية بيبقى ممتاز بصراحة. بحب أشوف الفنان أحمد رزق في الأدوار الكوميدية أكتر، في الأدوار الكوميدية أكتر من الأكشن وأكتر من يعني الدراما وكده. لا أنا بحب أشوف الفنان أحمد رزق في الأدوار الكوميدي أكتر. أحمد رزق لا بيكون أحلى في الكوميدي. بحب أشوفه أفضل في الدراما عن الكوميدي، في الادوار الكوميدي احسن من ادوار الجد. دايما بحب احمد رزق في الدورين اللي هو الكوميدي والتراجيدي. اكيد فنان احمد رزق ممثل كويس جدا، وانا بتابعه في كل افلامه ومسلسلاته، وهو كويس جدا يعني في ادوار الكوميديه والادوار الجد. بحب اشوفه في الادوار الكوميدي اكتر. انا بحب اشوف احمد رزق في الكوميدي اكتر. انا بصراحه بحب اشوف الفنان احمد رزق في الادوار الكوميدي، بس انا برضو يعني هو حتى لما طلع في الادوار الجد كان كويس جدا، ان هو بيعرف يمسك الشخصيه كويس حتى لما طلع في العار، ولكن هو برضو بيعرف يرمي الافيه كويس، فانا بحب اشوفه في الكوميدي. بحبه في الكوميدي جدا. انا نفسي اتلخبطت. شفتي اللخبطه؟ انت اتلخبطت صح، اتلخبطت لان هما تقريبا النص 50% بالنص. و50% يعني انا كنت بسال السؤال ده عشان احاول اوصل لاجابه واضحه. عرفت؟ ما عرفتش. اجابه واضحه ده هتساله تاني. ما عرفتش بصراحه، بس هو يعني انا مبسوط من التقرير ده بصراحه، يعني لان ده اللي انا كان نفسي فيه. يعني مرة حد قال لي انت لما بيبقى ليك عمل سواء في التلفزيون او بالسينما انا ببقى مش عارف انا هتفرج على ايه. طب حلو ده، دي حاجة حلوة جدا. ده بالنسبة لي حلو، ممكن على فكرة يبقى في عرف المنتجين والسوق مش حلو. انك انت لازم يبقى جمهورك عارف هو داخل يتفرج على ايه. لكن انا بالنسبة لي المتعة في الجملة اللي اتقالت لي، ان هو داخل مش متاكد انه هيشوف كوميدي، ومش متاكد انه مفاجأة. هيشوف تراجيدي، هو داخل يعني داخل يشوف احمد عامل ايه المره دي. طيب تعالى بقى انكشك، يا ريت وري لك بقى الفيديو ده. ماشي. انت لما كنت صغير كان بيغني هو بالسحام. كان بيغني، كنت بيبي كلبوز. كلبوز، انا كلبوز من يوم يعني احرجت وانا قاعد، لكن لما اتفرجت عليه بعد كده ما احرجتش ولا حاجه. طب يعني انت ما فكرتش ان انت تخس؟ والله بصي انا طبعا مقارنه بحماده يلعب ووشك وفيلم ثقافي نزلت خسيت. انا عارفه ان انت خسيت مبلغ يعني، بس ما كانش عندك مثلا تارجت ان انت او هدف ان انت لا عايز تبقى رفيع؟ بصي هقول لك على حاجه للامانه، يعني انا فكرت في الموضوع ده جدا، ورحت للدكتور من الدكاتره الكبار في مصر اللي بيعملوا العمليات بتاعه التخسيس، فالراجل كان امين زياده عن اللزوم بصراحه. يعني قال لك ما تعملش ولا عمليه؟ قال لي ايه بالنص كده، قال لي العمليه بالنسبه لك يعني كل حاجه طبعا بيد ربنا، بس مضمونه نتيجتها، مضمونه انك هتخس قوي، لكن انا ضميري يحتم عليا اقول لك ان انت هتبقى واحد تاني ومهنتك، فده هيضيع بقى الكاركتر بتاعتك. قال لي ده قرار فيه ريسك خاص بشغلك مش طبيا، قال لي طبيا بكره الصبح نعمل العمليه، لكن انت فعلا هتبقى واحد تاني. فخفت. قلت له طب انت رايك ايه؟ قال لي انا رايي لا. قال لي اولا لو عايز تخس خس قدام الناس، يعني واحده متقبلين شكلك. وانا عملت كده، يعني انا نزلت تقريبا حوالي 25 كيلو عن مرحله، بس بالتدريج 5 كيلو بتاع، فتشوفيني تقول خس شويه، ايه ده خس شويه ده مش... لكن النزوله الفجاه ده، الفجاه لا. انا خفت منها. طيب في فيديو بقى الناس اتريقت عليه قوي على السوشيال ميديا. طيب هوريهولك.
مش عايزه حد يشيل عنك الكراريس. شيال يعني. انت عايز ايه؟ عايز الكراريس. ايدك هشيل الكراريس عنك. في ايه يا عم انت بتضايق المزمزيل ليه؟ يا عم خليك في حالك، انت مالك؟ هو ايه اللي خليك في حالك؟ تيجي نروح الاسم دلوقتي؟ اه قبل ما يقفل تيجي معانا يا انسه ليالي. يلا يلا. حكايه الفيديو ده اللي طلع فجاه من زمان وانتشر انتشار، ده مش من زمان، ده طلع قريب. اه ما انا بقول لك انت عارفه هو اتعمل من زمان. المسلسل ده جدا قديم جدا، حتى شعرك كان غريب. حاجه و90. ايه الشعر ده يا احمد؟ حاجه و90. انت اللي كنت مختار الشعر ده؟ ما كنتش مختار، هو كان كده. اه كنت بقى معيش فلوس احلق فكنت بسيبه. طلع بقى دلوقتي انتشر انتشر من حوالي شهر كده تقريبا. انا صحيت من النوم لقيت كل زمايلي بعتنهولي على الواتساب، وانا قعدت اضحك. انا بصراحه قعدت اضحك جدا. اولا طبعا في ناس افتكرت ان ده المفروض ان دي لام بجد، وازاي ده كوميدي طبعا، والمسلسل كان مسلسل كوميدي. اه يعني مسلسل كوميدي. بس انت شكلك اتغير قوي يعني. استاذ ماجد الكدواني مش قوي. مش لا بس لا برضه متغير ماجد كتير. اه بس يعني محافظ برضه شكله. انت واحد تاني. لا انا واحد تاني طبعا. ده كان مسلسل اسمه بيت ابو الفرج، ده كان اخراج الاستاذ احمد بدر الدين الله يرحمه. استاذ احمد بدر الدين في الفتره دي كنا بنعمل معاه حلقات سر الارض، كانت الحلقات دي بالنسبه لنا بمثابه المصروف الاسبوعي، اللي احنا خلاص بدانا بقى نعتمد على نفسنا ونكسف نطلب من اهالينا فلوس. فكنا نروح نعمل مع الاستاذ احمد بدر الدين حلقه في مسلسل سر الارض، كان بيتذاع يوم الجمعه، كان مشهور قوي في الفتره دي يعني. وبعدين عملنا مسلسل اسمه بيت ابو الفرج. بيت ابو الفرج ده كان الاستاذ عبد المنعم مدبولي، وكان اشرف عبد الباقي، وكان سيد زيان، وكان ميمي جمال، وكان كاست كبير جدا جدا. وكنت انا وماجد الكدواني لسه تقريبا ده اول مسلسل نعمله، وكانوا كل ما يشوفوا بعض هما الاثنين كانوا بيحبوا نرمين الفقي، وطبعا هي ما بتحبهمش ولا يعني هي بتحب حد ثالث اساسا. حد ثالث صحيح. وكل ما يشوفوا بعض في الحاره قدامها يعملوا المشهد، يتخانقوا مع بعض بنفس الطريقه وياخدوا بعض، يروحوا القسم مره متانججين، مره يعني بيروحوا القسم كل مره بيتقابلوا فيها. كانت كوميديا فارس يعني. كانت كوميديا فارس زي ما بيقولوا. وعلى فكرة المشهد ده لما تم إذاعته مرة تانية في الفترة اللي فاتت ما اتضايقتش منه خالص يعني، بالعكس ده أنا بكسر الدنيا بالعكس. بالعكس أنا بقيت أبعته للي ما شافوش يعني فعلا بقيت أبعته للي ما شافوش، لأنه واحد مش هيكسف من حاجة هو عملها أبدا يعني. طيب في مقال اتكتب على فيلم أنت بتعتز بيه، عايزة تشوف. أوكي. المقال ده بيقول 10 مميزات و8 سلبيات لفيلم الكنز. من ضمن بقى السلبيات الميك اب بتاعك، المكياج بتاعك ما كانش مقنع، ما عجبهمش. انت اكيد سمعت ده. وفي ناس كتبت ان المكياج كان حلو جدا بالمناسبه يعني، وهو ما اقدرش الوم في حد، لان المكير اللي كان عامل لي الميك اب بتاع العجز هو اكيد بيتكلم على العجز. كبير في السن. ده من امريكا، ناس كانوا جايين من امريكا مخصوص عشان يعملوا كده يعني، ممكن يكونوا ما توفقوش كما ينبغي. طب انت رايك ايه، اتوفق ولا ما توفقوش؟ بصي انا رايي ان هم توفقوا بس مش بنسبه 100% يعني. انا شايف ان يتوفقوا عندهم اكتر. عند مين؟ بره. في شغلهم بيتوفقوا اكتر. ما تفهميش ليه يعني، بيجوا هنا يعني ما بيعملوش الحاجه بيجوا ينحتونا ويمشوا على طول. بس انا عايز اقول لك ان استاذ شريف عرفه كان مصر ان المرحله دي يعملها ناس بروفيشنال من بره، وفعلا جبنا ناس بروفيشنال من بره، وهم اللي جم عملوا انا كنت بقعد 3 ساعات اعمل الميك اب بتاع العجز ده. طب انت كنت مقتنع بيه؟ بصي انا يعني مع شريف عرفه، مع حفظ الالقاب طبعا، ما بيفرقش معايا اقتناعي من عدمه يعني. ازاي؟ ما بيفرقش معايا خالص، المهم هو يقتنع. هو بالنسبة لي عيني، هو بالنسبة لي عيني. لو هو قال اوكي انا ما بناقشوش. طب الجزء التاني نفس الراجل هو اللي هيعمل الميك اب؟ اصل احنا ولا هتطلب تغيير ولا ايه؟ اصل احنا الجزء التاني صورناه مع الجزء الاول، احنا مش عملنا الجزء الاول وخلصناه وبعدين قررنا نعمل جزء مع بعض. عملنا مع بعض مع بعض. فهو نفس الميك اب، بس انا بقول لك انا قريت مقالات اشادوا بالميك اب. فهي المساله بتبقى اذواق، وعلى فكره لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. انا ما عنديش مشكله ان الناس يبقى عندها راي، لان فيلم الكنز ده تحديدا من الافلام
اللي انا حصلت لي فيها حاله استغراب شديد جدا، لان الفيلم احنا ما شفناهوش في عرض خاص، لان هو نزل في عيد تقريبا، فكنا في رمضان وما شفناش الفيلم، والفيلم كان بيتقفل وخلص في توقيت متاخر جدا. لا خلص في توقيت متاخر كتقفيل الفيلم، يعني الفيلم اتقفل وخلص بالليل ونزل متاخر وجه في بعد الخليه تقريبا نمره 2 في الايرادات. بالظبط صح كده مظبوط. فالفيلم لما نزل انا ما شفتوش، نزل اول يوم العيد، وطبعا انا مش هعرف اخش السينما في اول يوم العيد، فبقى كل اللي شاغلني ردود افعال الناس اللي بتتفرج، خصوصا ان انتوا مجموعه اسماء كبيره جدا كبيرة. كلكم في عمل واحد ده بالظبط. بس الغريب ان احمد عز جاب ايرادات لوحده، جاب ايرادات اعلى منكم كلكم. اصل هو اصل برضه فيلم الخليه من وجهه نظري اولا فيلم كوميرشال، فيلم جيد الصنع، لكن الكنز تجربه سينمائيه مختلفه. يعني انا مسمي الفيلم ده ملحمه سينمائيه. خليني بس اكمل لك الاستغراب جالي منين. فبدات عايز اشوف ردود افعال الناس على الفيلم، فبصيت لقيت ايه، اول حاجه ظهرت لي كده حد كاتب: يا جماعه فيلم الكنز فيلم عبقري، لازم تشوفوه بسرعه، اللي مش هيشوف الفيلم ده هيندم. اتبسطت قوي. اللي بعديه على طول: انا ما شفتش اوحش من كده في حياتي. اتضايقت. اقسم بالله زي ما بقول لك، اوعى حد فيكم ينزل يدفع مليم في الفيلم ده. قلت يلا، طب انا امشي ورا مين؟ يعني اصدق مين فيهم بقى؟ لا بالعكس، هو فضلت الاراء منقسمه كده طبعا طول مده عرض الفيلم، لغايه ما انا رحت شفت الفيلم، رحت شفته بقى مش فاكر رابع يوم العيد خامس يوم العيد كده، مش قادر استنى اكتر من كده بقى، يعني لازم اشوف الفيلم. فيلم ملحمي، فيلم يعني انا عايز اقول لك ان في ناس كتير حبت الفيلم قوي ومستنيه الجزء الثاني بشكل رهيب، وفي ناس ما حبتش الفيلم في السينمات، ولما اتعرض الجزء الاول في القنوات حبوه، وكان عندهم من الجرأة انهم يقولوا لي في المرتين، يعني اول مره قالوا لي احنا ما فهمناش حاجه من الفيلم وما حبيناهوش. ودايما الافلام الجدليه بتنقسم عليها الاراء، وده بيبقى نجاح. انا رايي كده، يعني اللي دايما اختلاف الاراء ده بيبقى معناه انا رايي كده. وبعدين كويس. اصل يعني فيلم عبد الرحيم كمال مؤلف مهم بجد، شريف عرفة مخرج كبير بجد، كاست كبير بجد، طبعاً. اكيد الناس دي مش بتهزر، يعني اكيد الموضوع فعلا مقصود في حاجه، في ناس فهمتها وفي ناس ما فهمتهاش، ده بالنسبه لي لوجيك، بالنسبه وده لي طبيعي. بالنسبه لي عادي، ده طبيعي. نورتنا احمد، انا اللي مبسوط، بتمنى لك تعمل بقى في الفتره الجايه كل اللي نفسك فيه، يا رب تبقى 2019 كده حاجه حلوه بالنسبه لك يا رب. انا اللي بشكرك عايزه. وكنت جاي قلقان مش عارف ليه. بس مش قلقان اهو دلوقتي. والله لا مش قلقان خالص، ومبسوط جدا جدا جدا، وبجد استمتعت بالحوار معاك. بس انا النهارده كنت حنين عليك شويه. لا قوي مش يعني شوي. في حاجات ما رضيتش انا بصراحه. حسيت ان مودك عالي. احنا عشان مولودين في يوم واحد فالموضوع ايه؟ فعلا يا جماعه، احنا الاثنين مولودين في نفس اليوم، برج الحمل. ميرسي جدا جدا، وانا استمتعت بالحلقه بجد. نورتني يا احمد. ميرسي على وجودك معايا. اشكرك جدا. استنونا الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من حفله 11. تصبحوا على خير.